نكمل بس اللي احنا كنا بادئين. طيب انا دلوقتي عملي جنبه طلعتي بتخيفي وطلعتي جنبه وهو كمان معايا. لا لا الموضوع بسيط يا جماعه، الموضوع بسيط. طيب انت بتحب تشالنج؟ انا بحب تشالنج جدا. بص كوتشينه زي ما انت شايفه كده اهي، فيها اي حاجه مختلفه ولا كوتشينه تقليديه؟ كوتشينه تقليديه. بص هستاذنك هتمسكي الورق، انا هتمسكي الورق كده، هتنزلي كارت الثاني الثالث وهكذا. تمام كملي عليهم. تمام طب اكمل من الاول؟ كملي عليهم عادي خالص. تمام احسن تكون عامل في دول حاجه كمان. لا خالص خالص ورق تقليدي كملي. اوكي هستخدم من النص، خدي مش لازم تنزلي كل ورق عشان احنا هنستخدم دول عشان ما تتعبيش. هستخدم من تحت، هستخدم من فوق زي ما تحب. هنستخدم اللي تحطيه ما تكتريش، هبوظ له السحر يعني هبوظه. اعرفك ازاي تبقى ساحر. اوكي ماشي لازم اقتنع بالسحر. كفايه ولا ايه؟ انت اللي تقولي ستوب. كفايه عشان ايدي وجعتني يعني. ما انا قلت لك مش لازم كله. لميهم كلهم، شيلي بقى دول خلاص هديهم لي. تمام لميهم كلهم. لميهم على بعض. عايزك تنزليهم بقى ورقه ورقه لحد ما نعمل كومتين. كومه لا 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 مش مكشوفه، لا زي ما هي بس كومتين. اوكي اهم حاجه ما تلخبطيش. فكرني بالشايب. لا واللعبه فاكره لعبه الفلوس. بس هو مفيش عفريت صح؟ لا لا مفيش عفريت. انا بطمن بقى. طيب عايزك تكشفي كارت من فوق كله كومه، كل واحده فيكم قدامها كومه مظبوط؟ شوفي كارت. عايز تشوفه معايا؟ اللي بيه سيبيه. تمام وهنا. بيرفكت. دلوقتي الكارت بتاعك اللي طلع لك اثنين وانت ثلاثه. ثلاثه. اوكي. لو انا عملت كده انا سايب الواحد اللي اخترته من الاول. كده الارقام دي تقريبا تقرا بالنسبه للكاميرا كام؟ 213 صح. انا قلت لك من الاول ان انا هحاول باختياراتكم انتوا تحاولوا تفتحوا القفل. ساعتي الراجل كده لو فتحت هتاخديها. 213 مش محتاجه غباء بقى. تمام ايوه فهمت. لا مش اهو اهو الخط على الخط ده. الخط ده مش ده. هل ممكن القفل يتفتح يا جماعه؟ انتوا اللي اخترتوا. ايوه يعني انت شايف انا بعمل ايه؟ وريني الساعة. الساعة 213 فتحش؟ وريني على الخط. استنى على الخط بالظبط. الساعة هتضيع مننا. افتح ساعتي. طب ده اختياركم يا جماعة. انا ما اخترتش حاجة. تمام انا عملت انسبشن إيه وخليتكم تختاروا الورق اللي يفتح القفل. انت سيطرت علينا في اللاوعي. يا سلام يا سلام. نختار بجد اكيد. طب ما ده اختياركم، ده قراركم. طب سؤال، لما كنت بتسالني على هو عمل افلام ايه وكده، انت بتقرا انا بفكر في ايه احيانا صح؟ بالظبط. لا طبعا انت بتهزري. في حاجات اكيد كده، لان في حاجات فيها سايكولوجي. يبقى انت كده فيها عفريت. لا 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 ليه عفريت؟ هنجرب حاجه طيب مع بعض. يلا انا تمام، انا كده اطمنت. ساعتي الساعه كده وتمام. بصي